مساكم الله بالخير، والله يعطيكم العافيه، تجربه جديده وان شاء الله تجربه يعني سباقه، يعني تجربه راح تزعلك. تبي اقول لهم احنا وين؟ قول لهم احنا اليوم في دبي في حلبه اوتودروم. طبعا يسعدني اني اقدم الجيل الثامن من الجولفار، فولكسواجن جولفار. هذه اقوى جولفار انصنعت الى يومنا هذا. الماكينه نفسها لا زالت 4 سلندر تيربو تشارج، التيربو تغير طبعا، صارت تولد 320 حصان و400 نيوتن متر من العزم. السياره هذه وزنها تقريبا بالطن و500 كيلو، طن ونص، 1500 كيلو. طبعا فور ويل درايف، بس الفور ويل درايف مالها شويه مختلف، راح اخلي عمور يقول لكم ليش هو مختلف. هذا اللي راح يضيق خلقي. انا طبعا سيارتي الجولف جي تي اي، ففي اشياء هني مو موجوده عندي. انا هني في نظام الفور ويل والفور موشن، وفيها التورك فيكتورينج بالديفرنشال الخلفي، توزع القوه ممكن ال 50% من القوه اللي متوزعه حق ورا تودي 100% حق اتجاه معين عشان تسوي درفت السياره او عشان تدش اللفات بثبات اكبر. وهذا الشيء بالنسبه لي يعور القلب، هذا شيء وهم شيء حلو. بالضبط. عطنا الارقام الباور بالضبط. الباور مثل ما قلناه، الماكينه 4 سلندر تيربو تشارج تولد 320 و400 نيوتن متر من العزم. الماكينه نفسها، بس في شغلات بسيطه تكنيكال داخل الماكينه تغيرت، والتيربو نفسه تغير. المارك 7 الجي تي، عفوا المارك 7 الجولف ار كان التيربو مالها اي اس 38، هذا التيربو صار الجيل الجديد. طبعا قام يولد باور اقوى، وفيها الدريفت مود مثل ما قال لكم عمور، وفيها طبعا الداخليه كلها تغيرت حتى من الخارج مثل ما انتم شايفين، حتى علامات الار تغيرت. فيها دخول الهواء من الفتحات اللي على الدعاميه الاماميه اكثر لتبريد المحرك عشان تعطيك افضل اداء من داخل. ايش رايك فيها عمر دام انت عندك الجي تي اي الماركيت؟ خلينا نقنعه من داخل. ايش رايك للامانه من داخل؟ هم عورت قلبي. هذه جلد اللي عندك انت مبكر، هني في الشاشه الاكبر. أيوة. فيها الساوند سيستم هارمون كاردن اللي انا ما عندي اياه، كل الاشياء اللي تضيق الخلق. ضيق خلق انت ما عندك الهارمون كاردن، وبعدين عندك الدريفت مود هني، هذا شيء يعني قمه في المتعه بصراحه. صح. والكراسي مختلفه، في مختلف بالار مثل ما تشوف اللون الازرق، يعني سواء كانت جلد او كلوث اللي هو مخمل. أيوة. يصير فيها الثيم الازرق بدال الثيم الاحمر. انا بالنسبه لي هني جوده وكواليتي الماتيريالز اللي محطوط في الار صراحه يعجبني اكثر من الجي تي اي شويه. انا زياده بس هذا الصدق. انا بالصور كنت شايف ان الجي تي اي احلى من الداخل الكلوث. أي. بس توني لما شفتها وركبتها طلعت حلوه بصراحه. قلت لك يعني حتى الاشياء اللي كنت مستانس فيها بسيارتي هم يعني صرت مستانس فيها اكثر بالار. بالضبط. واللون البريكات هم يختلف، يعني بالضبط. كل الثيم يكون جاي على ازرق. طبعا تي فئات وتي من رنجات مختلفه عن كذي، وتي فئه اللي عليها اكزوز الاكروبوفيتش، وتي عليها التطويله حق الجناح اللي هو الاكستندد سبويلر. هذه اي اي نعم. فانا اقول انه نروح نجربها بالتراك الحين وناخذ تجربه حلوه. أيوة. بالضبط. لفه محترمه. انا اشوف انه كذي وايد افضل. الحين بلشت اللفه الصجيه عقب فتره التعليم اللي اعطونا اياها، قاعد اجرب السياره بصراحه. ثباتها جبار يعني، خاصه ان انا جاي من جولف جي تي اي، ثباتها جدا جبار. يعني انا قاعد ادخل لفات على سرعات حلوه، انا اقول لكم اياها بصراحه، انا مو راعي حلبه، راعي درفت، ف قاعد احاول اسوي اللي اقدر عليه هنا. بس على اني مو راعي حلبه قاعد احس ان الموضوع مو صعب وايد بهذه السياره. السيارة ثباتها حلو، توزيع الوزن فيها حلو، التورك فيكتورينج يعني قاعد احس فيه انه قاعد تحول باور من صوب لصوب، يعني باللفة لما احسها تحتاج قاعد تحول السيارة.
الباور، فقاعد تعطيني ثبات اللي انا اتوقعه يعني. والحين قاعد اخذ على السياره، هم معطينا ثلاث لفات. السيارة مع دوسة البنزين تعدل نفسها، يعني ملاحظها إذا هاد الدوسة ممكن ما تكون ثابتة وايد، أما دوس بنزين ترد تعدل نفسها، فهذا هو التورك فيكتورينج اللي احنا نسولف عنه. صراحة ممتعة 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 السيارة بشكل مو طبيعي. الباور أحسه فارق عن الجي تي آي، بس أكبر أكبر فرق يعني اللي ما تقدر ما تنتبه له اللي هو الفور ويل والتورك فيكتورينج، تحويل الباور من اتجاه لاتجاه شيء جبار. شوف السيارة لما أحط ريلي على البنزين تصير أثبت، قاعد تدخل لفة بشكل لفة بشكل أفضل. خلصنا من اللفة، الحين اللفة علشان تبرد السيارة. صراحة استمتعت وايد، استمتعت مو شوي، تجربة جديدة، شيء حلو صراحة. ما أقدر أقول لكم إلا شيء حلو، وبعطيكم رأيي النهائي إن شاء الله عقب ما نطلع من هالمكان ونقول لكم خلاصة التجربة. حاليا خلصنا التجربة، كل واحد بروح. تجربة ضيقت خلقك ولا لا؟ والله ضيقت خلقي بصراحة. أنا وايد ضيقت خلقي. ضيقت خلقي يعني. أحلى شيء عجبني بالسيارة تدري شنو عمور؟ إيه. والله خل شكلها وغير يعني الآر عن الجي تي آي. السيارة كثر ما تدوس لها على الكيرف بالتراك تلف زيادة. هذا اللي أنا كنت قاعد أقوله، ولا يعني بالبداية ما صدت طريقتها. لا شيء مو طبيعي. ما بعدين لما صدت الطريقة بصراحة يعني لما تدوس يزيد ثباتها يعني شيء. بالضبط، كثر ما تدش على سرعة اللفة تلف زيادة معاك وتروح فيها ثبات مو طبيعي. عزمها ما شاء الله جبار بالستريت لاين، يعني مسافة قصيرة يبنى فوق 200. سيارة جميلة جدا جدا. أنا جبت العيد كم مرة طبعا، بس إن أنا لأن أبى أشوف يعني الإكستريم فيها، يعني متى تفقد السيطرة، متى تكون ثابتة حيل. جربت كل شيء، جربت أدخل لفات بدون بنزين مع الدوسة، أفضل شيء مع الدوسة مع بس الدوسة. طبعا يعني سرعة معقولة. إيه يبي لك لا يعني تعرف بالضبط أنت شكثر قلبي. ها شكثر واحدة ولا لا تفرق على الجي تي آي؟ أنا بالنسبة لي إيه؟ ما نجرب هذه وجي نجرب هذه يفرق، يعني إذا هذيش 50% هذه 100%. والله للأمانة فرق كبير، وايد كبير يعني فرق كبير. سيارة جبارة من الآخر. بس أنا كنت متوقعها ترى إنها تفرق هالكثر. وأنا متوقع. يا بتنفس وقعت. المعطيات تعطي كذي. بالضبط. المهم إحنا ننهي الفيديو على كذي، وإن شاء الله نكون ما قصرنا معاكم بالمعلومات، هذا اللي قدرنا عليه وكل شيء على السريع. إذا وصلت السيارة الكويت ممكن نسوي لها تجربة تفصيلية بالشارع، نشوف عيوبها ومميزاتها. إحنا هني بس يعني كانت تجربة بسيطة. نشوفكم على خير بتجربة ثانية. يعطيكم العافية.